بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية سيتاسيون سيليب، أقوال مشهورة. ومع أول قولين ليكول دو لافي، ليكول دو لافي نا بوان دو فاكونس، مدرسة الحياة ليس لها عطلة، أو ليس لها عطل كما عندنا هنا ليكول دو لافي نا بوان دو فاكونس. إذن في شرح هذه القولة il n'y a pas de répit dans les allées de la vie، ليس هناك مهلة أو راحة أو وقت للراحة dans les allées de la vie، في تقلبات الحياة. les allées المقصود بها تقلبات، les allées de la vie تقلبات الحياة. il n'y a pas de répit، répit المقصود بها هي délai ou bien temps de repos. إذن répit المقصود بها délai يعني مهلة، أو بيطون دو غوبو أو وقت للراحة. ثم رأينا دون لي زاليا دو لا في، إذن آليا المقصود بها إيفينمون كي ديبون دو هازار. إذا نتكلم عن إيفينمون كي ديبون دو هازار، نتكلم عن حدث كي ديبون الذي يتبع، بحال تنقولو على حساب. إذا نتكلم عن حدث كي ديبون، كي ديبون إذا عندنا لو فيرب ديبوندر، ديبوندر يعني تابعة، ومنها لا ديبوندونس يعني التبعية، عكسها لانديبوندونس، عكس ديبوندونس هو لانديبوندونس يعني الاستقلال، المقصود به عدم التبعية. إذن ديبوندونس تبعية، لانديبوندونس عدم التبعية، المقصود الاستقلال. كما نقول نتكلم هنا على لو فيرب ديبوندر يعني تابعة، إذن نتكلم هنا على لو فيرب ديبوندر يعني فعل تابعة. إذا نتكلم عن إيفينمون كي ديبون دو هازار، نتكلم عن حدث يتبع للصدفة. طبعا الإنسان بصفة عامة لا يعرف ما سيحدث في الأيام المقبلة، وما دام أنه لا يعرف ما سيحدث في الأيام المقبلة إذا فالإنسان يتكلم عن تقلبات الحياة، يعني أن الحياة تأتيه بأحداث ليست له في الحسبان. إذن il n'y a pas de répit dans les allées de la vie pour les bonnes comme pour les mauvaises expériences، pour les bonnes comme pour les mauvaises expériences. إذا نتكلم هنا عن ليس هناك راحة مع تقلبات الحياة، سواء تعلق الأمر بالتجارب الجيدة كما هو الحال مع التجارب السيئة. إذا طبيعة الحال نتكلم هنا عن مدرسة الحياة. لماذا نلقب الحياة بالمدرسة؟ لأننا نتعلم من أحداثها السيئة والطيبة. نتكلم هنا عن pour les bonnes expériences comme pour les mauvaises expériences، إذا نتكلم عن التجارب الجيدة كما هو الحال أيضا مع التجارب السيئة. إذا الإنسان هنا يتعلم من الحياة من خلال التجارب الجيدة والسيئة، سواء التي تحدث له أو التي تحدث لغيره. il n'y a pas de répit dans les allées de la vie pour les bonnes comme pour les mauvaises expériences. إذا نتكلم هنا عن l'école de la vie n'a point de vacances. في القولة الموالية on ne change pas une équipe qui gagne، يعني أننا لا نغير فريقا يربح. عندما يكون لنا فريق دائما يأتي بالفوز فلا يمكننا أن نغيره، فلا يمكن تغييره، ليس من المعقول تغييره ثم الاتيان بفريقين لا يأتي بفوز. إذن on ne change pas une équipe qui gagne. إذن هذا من حيث الصورة الأولى، طبيعة الحال كما تظهر لنا، كما تبدو منطقية. ثم فلنرى خلفية هذا الكلام شيئا ما بشكل أوسع. quand on a عندما يكون لنا في اليد، quand on a عندما يكون لنا في اليد، المقصود عندما نمتلك une solution أو une combinaison qui fonctionne. عندما يكون لنا في اليد، عندما نمتلك بمعنى آخر حلا، إذا عندنا une solution يعني عندنا حل. quand on a une solution عندما يكون لنا في اليد حل، أو une combinaison أو تركيبة أو وصفة كما نقول qui fonctionne التي تعمل، المقصود أنها تعمل بشكل جيد. إذا عندما يكون لنا حل يعمل بشكل جيد أو تكون لنا وصفة لقضاء غرضنا ما تعمل بشكل جيد،
اون نو لا شونج با، يعني اننا لا نغيرها، لا نغير هذا الحل ولا نغير هاد التركيبه، بمعنى اخر اننا لا نغير هاد الوصفه. مثلا في بعض البلدان احد الاشخاص يمتلك وصفه سريه لكيفيه صناعه جبن يعتبر من اغلى الاجبان مثلا، اذا فهل هذا الشخص سيغير هذه الوصفه وهذه التركيبه؟ طبعا لن يغيرها بطريقه اخرى ما دامت ان تاتي بنتائج جيده. اون لا شونج با، يعني اننا لا نغيرها سون ريزون، بدون سبب. اون لا شونج با سون ريزون، يعني اننا لا نغيرها بدون سبب. اون لا شونج با سون ريزون، يعني اننا لا نغيرها بدون سبب، يعني اننا نغير هذه التركيبه او نغير هذا الحل بدون سبب. il faut la conserver، يجب الاحتفاظ به. il faut la conserver، كما لو نقول يجب حفظها. de manière، بطريقه. à en tirer le plus de réussite، يجب حفظها بطريقه. عندنا لو فيرب تيغي، تيغي يعني جره. à en tirer للجر منها، يعني لكي نجر منها، هذا هو المقصود. بمعنى اخر لنستفيد منها، لكي ناخذ منها لو بلوس، يعني اكثر او زياده. دو ريوسيت بمعنى اخر لكي ناخذ منها نجاحات اضافيه. اي دو بينيفيس بوسيبل، وايضا ارباح ممكنه. اذا عندما يكون لنا حل او تكون لنا وصفه لعمل ما او لخدمه ما ان تاتي بنتائج، ان هذا الحل او ان هذه الوصفه تاتي بنتائج جيده، يجب الاحتفاظ بها بطريقة، يجب الاحتفاظ بها بطريقة بحيث أننا نأخذ منها مزيدا من النجاحات ومزيدا من الأرباح الممكنة. إذن هذا معنى هذا الكلام. quand on a en main une solution ou une combinaison qui fonctionne, on ne la change pas sans raison. il faut la conserver de manière à en tirer le plus de réussite et de bénéfices possible. إذا نتكلم عن أونو شونج با أون إيكيب كيغان، كيغان سلافاب غاني، يعني رابحة. أونو شونج با أون إيكيب كيغان، لا نغير فريقا يربح أو يفوز. عندنا لو فيرب غاني ومنها لوغا، لوغا هو الربح. إذا عندنا لو فيرب غاني يعني فعل رابحة. ثم عندنا مثل آخر فرنسي يقول لي باغول سون فوميل إي لي في سون مال. إذن كما نرى بأن هذه القولة فيها شيء من التمييز إن صح التعبير بين الرجل والمرأة. إذن لي بارول سون فوميل، إذن الكلام هو أنثوي. إلي في سون مال، إذن نتكلم هنا عن الأعمال والأفعال والفعل على الأرض. إذن نتكلم عن لي في، إذن نتكلم عن لي في يعني الأفعال على الأرض التطبيقية. سون مال يعني أنها ذكورية، يعني أن التطبيق الأفعال التطبيقية هي ذكورية كما لو نقول. إذن كما نرى بأن هذا الكلام هو مستنبط من مجتمعات ضاربة في القدم، لها نظرة خاصة للمرأة ونظرة خاصة أيضا للرجل. إذن في شرح هذا الكلام لي باغول مونسونجير سون أو فام، إذن الكلام الكثير، طبعا نتكلم هنا عن لي باغول، لا نتكلم عن كلام واحد بل نتكلم عن مجموع كلام لي بارول. إذن عندنا كلمة لي بارول أو بلوريال، يعني أن في الجمع مونسونجير. إذن نتكلم عن مجموع كلام مونسونجير، عنده علاقة بلو مونسونج. لو مونسونج يعني الكذب. نتكلم عن بارول كونتخيغ أ لا فيغيتي، إذن نتكلم عن كلامين عكس الحقيقة. إذن كلام عكس الحقيقة يعني أنه كذب. إذن مونسونج المقصود به بارول كونتخيغ أ لا فيغيتي، إذا نتكلم عن كلامين عكس الحقيقة. إذا لي بارول مونسونجير، إذا نتكلم عن كلام كاذب، إذا نتكلم عن الكلام الكاذب سون أو فام، يعني هما، يعني أنها للنساء، يعني أنها للنساء. إذا الكلام الكاذب هو للنساء. طونديكو في حين أن، طونديكو لا ساجيس يعني أن الحكمة إي لاكسيون والفعل سون ألوم، سون ألوم يعني أنها للرجال. إذا طبعا هذه من الأقوال الفرنسية كما نقول المأثورة
إذن لي بارول مونسونجير سون أو فام طوندي كو لا ساجيس إي لاكسيون سون ألام. هذا الكلام كما لو نقول بأنه فقط تحفيزي، ولكن ولو أنه تحفيزي فهو تحفيزي بطريقة كما لو نقول عنصرية. إذا كنت فقط تتكلم بدون تطبيق فكلامك هو كلام النساء، وإذا كنت ذو حكمة وذو فعل تطبيقي على الأرض فهذا الفعل وهد الحكمة هي حكمتك، وما دمت تأتي بهذا الأمر فأنت من الرجال. أما إذا بقيت فقط متكلما دون فعل فأنت من النساء. طبعا كما نرى في يومنا هذا وعبر الزمن أن هناك نساء كثيرات كانت لهن أفعالهن وكانت لهن حكمتهن، وإلى يومنا هذا طبعا كما نرى اليوم في مجتمعاتنا وفي مجتمعات أخرى هناك فتيات وهناك نساء، يعني أنهن يقمن بأعمال يعجز عنها بعض الرجال. وعكس هذا نرى أيضا رجال صادقون ذو كفاءات، ونرى أيضا رجالا يكذبون، نرى مسؤولين يكذبون. طبعا فليست المسألة بهذه البساطة. إذن فليس الكلام الفارغ أو الكلام الكاذب هو حكرا على النساء، ولا الحكمة ولا التطبيق حكرا على الرجال. إذن les paroles sont femelles et les faits sont mâles. ثم في القولة الموالية par la ruse on peut prendre un lion, par la force pas même un grillon. par la ruse يعني بالحيلة، la ruse يعني الحيلة. إذن par la ruse on peut عندنا le verbe pouvoir يعني فعل استطاع، on peut يعني أننا نستطيع. par la ruse on peut prendre un lion. par la ruse on peut prendre un lion يعني بالحيلة يمكننا أخذ أسدين، par la force أما بالقوة، pas même un grillon ليس حتى جد. المقصود أننا بالقوة لا يمكننا أن نأخذ ولو جد، ولو حشرة بسيطة تسمى جد. إذن نتكلم عن un grillon. إذن par la ruse on peut prendre un lion, par la force, pas même un grillon. إذن ما معنى كلمة grillon؟ grillon مقصود بها insecte، حشرة، sauteur، يعني قافزة. نتكلم على الوظيف sauter يعني قفزة. إذن sauteur، إذن نتكلم عن insecte، sauteur، إذن نتكلم عن حشرة قافزة qui fait entendre un cri، التي تعمل على إسماع un cri، صيحة. كري هذه عندها علاقة بلو فيرب كريي، كريي يعني صراخة أو صاحة. إذن نتكلم عن حشرة كي في أونتوندر أن كري، التي تعمل على إسماع صوت ستريدون. المقصود بها سودي دان كري بيرسون. إذن ستريدون، إذن نتكلم عن ستريدون أو بيا ستريدون بالنسبة للمؤنث، إذن هذه أدجكتيف، إذن هذا وصف. إذن المقصود به سودي d'un cri person. se dit هذا لو فيرب دير يعني يقال، se dit يعني يقال. اذا نتكلم عن هاد ستريدون او بيا ستريدون بالنسبه للمؤنث، انها تقال. تقال لمن؟ se dit d'un cri person يعني انها تقال لصيحات، لصراخ، يعني انها تقال لصياح. person تجي من فعل بيرسي، بيرسي يعني تقابة. اذا هنا person يعني انه تعقب، المقصود أنه صوت قوي. إذا نتكلم هنا عن أن كري بيرسون، بمعنى آخر نتكلم عن صوت قوي. هنا يقولون أن كري بيرسون، يعني كما لو يقولون صراخ تعقب، يعني أنه يتقب السمع وكأنه سيتقب الأذن بقوته. إذا نتكلم عن انسكت سوتور كي في أونتوندر أن كري ستريدون. إذا نتكلم عن حشرة تقفز في حركتها كيف أونتوندر، التي تعمل على إسماع، المقصود أنها تسمع. تسمع ماذا؟ أن كري ستريدون، تسمع صراخا تعقبا. إذا نعود للقولة par la ruse on peut prendre un lion، يعني بالحيلة يمكننا أن نأخذ أسدا. par la force يعني بالقوة. pas même المقصود بهذا بامام
On ne peut même pas prendre un grillon. Il est le maqsoud de pas même. On ne peut même pas prendre un grillon. Et donc, tout cela, يعني أننا لا نستطيع حتى أن نأخذ جلجودا يعني حشرة صغيرة وليس أسدا. هذا إذا استعملنا القوة. إذا استعملنا القوة فلن نأخذ حتى هذه الحشرة. أما إذا استعملنا الحيلة فليس فقط أننا نستطيع أن نقبض على الجلجود بل على أسدين المعروف بقوته وبشراسته. إذن par la ruse. إذن بالحيلة on peut prendre un lion يمكننا أن نأخذ أسدا par la force بالقوة يعني عندما نستعمل القوة par la force pas même un grillon ليس حتى جلجود. إذن في تفسير هذا الكلام ce proverbe met en évidence إذن هذا المثل ce proverbe هذا المثل met en évidence يعني أنه يجعله كما نقول في الإضاءة يعني أنه يجعل في الظاهر ميتر اون ايفيدونس يعني أنك تتقدم واحد الحاجة ميتر اون ايفيدونس ان تيتر مثلا يعني أنك تقدم هذا العنوان تجعله ظاهرا على باقي العناوين. إذا نتكلم عن ميتر كيلكو شوز اون ايفيدونس يعني أنك تجعل في الظاهر شيئا ما يعني أنك تجعله في الواجهة الناس اللي غيشوفوا غيشوفوا هذيك الحاجة هي الأولى قبل ما تبان لهم الحوايج الأخرى. إذن هذا طبيعة الحال يقع مثلا في الصحافة أنهم يضعون مثلا عناوين أو فقرات ما في الواجهة يعني في المكان اللي تنظر له المشاهد أول مرة. إذن نتكلم عن متر أون إيفيدونس ممكن أنك تسطر على جمالين إذن تو فا متر أون إيفيدونس سي فراز لا سو بروفيرب مي أون إيفيدونس. إذن هذا المثل يجعل في الواجهة لو في كو لوزاج دو لا فورس ني با يوتيل بور اوبتونير سو كو لون فو. إذن هذا يضع في الواجهة ماذا؟ يضع في الواجهة الفعل المقصود يضع في الواجهة الأمر كو لوزاج بأن استعمال كو لوزاج دو لا فورس بأن استعمال القوة ني با يوتيل ليس نافعا. نقول عن شيء بأنه إيتيل يعني أنه نافع إينيتيل يعني أنه غير نافع. إذن لو في كوليزاج دو لا فورس ني با إيتيل يبين بأن مسألة استعمال القوة ليست نافعة بور أوبتونير للحصول أو من أجل الحصول. إذن سو كو لون فو ما نريده عندنا سو كو لون فو عندنا لو فيغ فولوار. إذن عندنا فعل أرادة. إذن سو بروفيرب مي أون إيفيدونس لو في كو لوزاج دو لا فورس ني با إيتيل بور أوبتونير سو كو لون فو. إذن هذا المثل يضع في الواجهة المقصود أنه يبين يبين ماذا؟ لو في كو يبين الأمر بأن أو الفعل بأن المقصود أنه يبين أن لزاج يعني استعمال لزاج دو لا فورس استعمال القوة ني با يوتيل يعني أنه ليس نافعا بور أوبتونير من أجل نيل أوبتونير يعني نالة هنا بطبيعة الحال بور أوبتونير من أجل نيلي المقصود الحصول على نيلي ماذا؟ سو كو لون فو ما نريده. إذا بصفة عامة استعمال القوة ليس نافعا من أجل الحصول على ما نريد. إذن هذا هو المقصود par la ruse on peut prendre un lion par la force pas même un grillon. إذن نكتفي بهذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.